وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار ينضم إلينا، أهلا بك عبر الحرة. يعني تبعنا كل ردود الأفعال حول هذا القرار، ولكن الأهم أن المحكمة الدولية وضعت هذا القرار تحت البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة. ماذا يعني هذا وماذا سيؤثر على تنفيذ القرار؟ المحكمة كلياتها هي تحت البند 7، هي ما وضعت شيء اليوم بالوقت الحاضر. اللي قالته مراسلة الحرة استاذي أرناؤوط صحيح 100% الحقيقة. هلأ اللي بده يصير هو أنه المحكمة بدها تبلغ الحكومة اللبنانية بشكل رسمي صدور الحكم، وما في شك أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ هذا الحكم. طيب هلا كثار بيعتقدوا هون وانا منهم انه الحكومه اللبنانيه لن يكون بمقدوره تنفيذ هذا الحكم على الارض. لنا خبرات سابقه في هذا الموضوع، حتى لما كانوا المحققين من قبل المحكمه الدوليه والنيابه العامه الدوليه بدهم يتجهوا الى مناطق معينه، كان في لهم يعني معوقات ما قدرت الحكومة اللبنانية أن تذللها. لذلك أنا لن أستبعد إطلاقا أن تكون الحكومة اللبنانية في موقع يعني المستنكف أو غير القادر إطلاقا عن تنفيذ هذا الحكم. يعني هذا الاستنكاف إلى أين سيؤدي بالوضع؟ هلا يؤدي الوضع أنه إذا ما بتقدر الحكومة اللبنانية بما لها من قوى رسمية إنها تروح تجيب المحكوم عليه وتسلمه للعدالة الدولية، معناته هي حكومة فاشلة، معناته هي حكومة غير قادرة لتسلم مقاليد الحكم. هذا شيء واضح جدا. إذا ثبت ذلك وقررت المحكمة الدولية عندما يصبح القرار نافذا، أنا بدنا نشوف كانوا حيستأنفوا أو ما يستأنفوا، ولكن هذا غير موضوع. عندما يصبح القرار نافذا، إذا قررت المحكمة الدولية أو النيابة العامة في المحكمة الدولية مراجعة مجلس الأمن للأمم المتحدة، ما في شيء بيمنع مجلس الأمن اتخاذ القرار بجلب المحكوم عليه بالقوة. هذا هالشيء صار بالماضي، تذكري الحرب اللي صارت بالكوسوفو وكيف راحت القوى المسلحة التابعة للأمم المتحدة أو بإمرة الأمم المتحدة وجلبت المحكوم عليهم أو المطلوبين إلى المحكمة في لاهاي. اليوم نحن بلبنان بمأزق كبير، لأنه الحكومة هي حكومة it's a paper government، يعني هي حكومة على الورق، بس بالواقع ماني شايف انه خارج الجيش اللبناني فيها مثلا ضابطة العدلية تروح تجيب المتهم او المحكوم عليه او المطلوب جلب. طيب هلا الوضع بلبنان ازاء تفضل تابع. الوضع بلبنان ازاء القرار اللي صادر هو وضع مثل ما قالته الاستاذ أرناؤوط، خليط من الظن بأن هناك يمكن مخرج سياسي للوضع اللبناني لحتى ما يصير في حرب أهلية، ومن أسف شديد على أنه القرار اللي صادر لم يكن بمستوى ما كان يتمناه الشعب اللبناني. وأكثر من هيك إذا بتسمحي لي أنا كرجل قانون ادخل معك شوي بملاحظتين. اولا ما في شك انه المحكمه قامت بجهد جبار. بيكفي انه نعرف انه القرار من 3000 صفحه. ما في شك انه استمعت لالاف من الشهود ربما، وطلعت على الاف المستندات والترجمات والخبرات، واستمعت للخبراء من كل نواحي العالم. ما في شك أن المحكمة قامت بعملها، إنما قامت بعملها انطلاقا
من الشيء اللي النيابة العامة حطته قدامها. حطت قدامها شو؟ ما قدرت النيابة العامة تحط قدام المحكمة إلا هالإشياء اللي بنسميها الإثباتات الظرفية circumstantial proofs يعني. لذلك مثلا ما شفنا شاهد جعال ما شفنا أقمار صناعية شو شافت، ما شفنا التحقيقات مع الدول المجاورة، ما شفنا استماع أو إقرارات من قبل بعض المسؤولين أو المتهمين، حتى الملاحقين المتهمين ولا واحد منهم إجا. صحيح. بالإضافة لهالشيء في جوانب غامضة بقيت، في ما لا يقل عن 8 من المسؤولين الأمنيين يلي كانوا وقت المحكمة تألفت كانوا لا يزالون قيد الحياة. 8 منهم غادروا هذا العالم وما عرفنا كيف، هل تصفوا، هل اغتيلوا، هل انتحروا، شو صار. بالإضافة لهالشيء كمان في جوانب بقيت مبهمة، لأنه بيبقى السؤال الأساسي اللي أنا عم بطرحه على نفسي. إذا سألوني طيب. اليوم أولادي ليش طيب اليوم انحكم؟ أنت حدثنا عن خيارات حزب الله بهذا الموضوع، يعني سمعنا تصريحات الأمين العام لحزب الله أن القرار بالنسبة لهم لا يعنيهم، بالتالي بالإمكان يعني التنبؤ بأن حزب الله لن يسلم هذا المتهم. ما الخيارات أمام حزب الله وأيضا أمام الدولة اللبنانية؟ أنا إذا بتسمحي لي بس كفي شغلة كتير مهمة فضل. قبل ما أحكي عن حزب الله، وكلنا عارفين شو موقف حزب الله. حزب الله قال هو منه معني بهالموضوع، وإجا القرار في مكان ما يثبت ذلك، وعم بيقول أنه يمكن لهم مصلحة هن وسوريا، ولكن ما في إثبات صحيح أنه عليهم مسؤولية جرمية. أصلا بنظام المحكمة ما فيك الديني لا دولي ولا حزب. اسمحي لي أرجع للسؤال الأساسي. إذا اليوم حدا سألني على الطريق ليش انحكم عياش، شو السبب؟ ليش اغتيل رفيق الحريري ورفاقه؟ ليش اغتيلوا الآخرون يلي كمان اغتيلوا بعد حادثة اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه؟ شو جوابي أنا؟ أنا ما بعرف، ما أريد بالحكم شو هي الأسباب، شو هي الأسباب السياسية أو غير السياسية يلي حدث بالمجرم أن يقترف هذا الجرم. بقيت هذه النقطة المركزية مبهمة. لذلك أنا بعتقد شخصيا أنه صحيح أنه الرئيس الحريري قال قبلنا وخلص وطوينا الصفحة، ربما لأسباب أمنية وأهلية وسياسية واضحة. إنما يمكن للنيابة العامة أن تستأنف، يمكن لوكيل عياش أن يستأنف. بعد في عنا الظرف إنه خلال المرحلة الاستئنافية على القليل حدا يجي يقول ليش اغتيل رفيق الحريري، ليش اغتيلوا هالكمية من الزعماء والقادة الشباب والقادرين، ليش بظرف ما حدا ضبطوا وعرفوا واكتشفوا قبل بوقت ليش صار اللي صار. بعدنا نحن على يعني انتظار أن نصل إلى الحقيقة، وكلمة حقيقة بس بالفتلك انتباهك لهالكلمة الخطيرة. هالكلمة حقيقة فيها كلمتين، حق وحقيقة. هل نحن وصلنا للحق؟ هل نحن فعلا دخلنا في منطقة البحث عن الحقيقة؟ أنا جوابي لسوء الحظ هو نقطة استفهام. شكرا جزيلا لك وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار، كنت معنا من بيروت.